السلام عليكم زالات، كيف انتم؟ اهلا بس عليكم، صحه لاباس ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. دابا عندنا عرفتوا 10 الصباح وخارجه مع واحد الصديقه ديالي وبنتها، وانا خارجه انا وبنتي ودتسيت انتم سلمى بنتي ملهيه مع شعراتها من هي ما شعراتها. اقول لكم هنايا شكرا للناس اللي دخلوا عندي جدادين، شكرا للدعم ديالكم، شكرا سبسكرايب، شكرا الناس اللي كتكتب الكلام الجميل اكيد بحالها وداتسيت. وهنايا غنخليكم غتشوفوا فين غنمشيو وفين غنجيو. عندنا عرفتوا الجو د الشتاء، هنايا كانت الشتاء غطيح والجو كئيب، ومع ذلك قررنا نمشيو نفطروا والو، نهار واحد فيه راحة قررنا نخرجو ودابس. ماشي الوقت الفطور نهائيا الصراحة، ولكن اش نعدلو مع لا ما نعدلو، قلنا حيت خرجوا شوية دابا كنستناها حيت عتجي من مورايا هي والبنت ديالها، وسوف اذهب لكي افطر عند التواركة. هذا اذا مشينا عند التواركة فهمتوا، المهم حنايا مقررين باش نمشيو فطر عند التواركة، ولكن ما نعرفش. المهم انتوما معايا شني ما عملت، هانتوما معايا كوكو. المهم جينا فطرو هنايا عند السلطان فطور صباح، انتوما غتشوفوا معايا. المهم هذا الخبز بالزيتون، وعنده هاد الحلويات مالحين ما جربناهمش صراحه، انتوما من بعد غتشوفونا شنو هزينا. المهم هزينا داك الخبز اللي فيه الزيتون، هزيناه حتى هذا الخبز بالزيتون، وهذاك بالبطاطا، والثالث بالكفته، هزينا اللي بالبطاطا وهزينا اللي بالكفته، ما عرفتش واش هزينا اللي بالكفته، نسيت والله اذا نسيت. وهزينا هذا فيه سبينيش، هزيناه مزيونه، وهزينا واحد شويه الحلوى انتما غتشوفوهم. المهم انتما غتشوفوهم في الفيديو. المهم كان الفطور كيحمق كيحمق كيحمق. المهم هاد الخبز هادو ما حنايا ما خديناهمش، ولكن الشكل ديالو مزيون الصراحه، وهذا حتى الدمليج هذا ما شريناهش لان صافي خدينا الاكل خدينا اللي خدينا. عندهم الحلويات، عندهم بزاف ديال الحاجات الصراحه، وكان خصنا مطيشه بالبيض التواركه، ولكن ما صبناهاش للاسف ما جبناهاش. المهم ما حل على هذا الشكل، هذا جبنا الطبيصل هذا فيه شويه الحلويات لبنتي والبنت السيده، هيدا فرحنا بهم وصافي، ولكن السيده هي اللي خلصت. ها خبركم ما انا ما خلصت شي هي خلصت. هادو هما الخبيزات اللي جبنا، جبنا اللي بالبطاطا وجبنا اللي بالزيتون، جوج الانواع، واحد بالبطاطا وهذا فيه سبينيش مع الجبن، فقط هادشي اللي جبنا، ولكن كانوا مزيونين الصراحه، بنانين سالينا الصراحه التبصيل ديالنا والله الا المهم السيكان ديالنا حتى هما ضروري خصنا نوريو مواعيدنا، كاين شي ما نوريوش السيكان، خاصنا نوريو كلشي اختي، خاصنا نوريو كلشي وداتسيت. انا عملت الماتش اليوم مع السبردينه صافي، وهذا الشاي التركي مع داك السكيكر هيدا شهاني في المغرب الصراحه ضربي الله يلا. ايوا صافي كلينا وشبعنا، عمرنا الكريشه ومدنا في حنا داتسيت. Thank you.
المهم هاد الحلوى هادية ولادي كتعجبهم بصراحة، ولكن السوبر مارشي ماشي حلال، هنايا حلال عند تواركا. فشني عملت انا كل يعني كل حاجة من هادو، ما هزيت جوج البنتي ولبني باش ما يقولش ابني لا انا خصني هادي، هي تقول لا انا ما خصنيش هادي، فهمتوا يعني؟ باش ما يبقاش يدبزولي ولا شي حاجه. اي نوع هزيتو انا تقريبا هزيت لهم تقريبا الانواع كامله، مش كامله يعني، خليت لهم هكذا شي ثلاثه الانواع ما هزيتهم شي، وهذا وهزيت يعني جوج من الحاجه يعني واحده واحده باش ما يدبزوليش وباش ما نصيبش معاهم صداع نهائيا، يعني ما يوجعونيش راسي. في كل واحد يهز ديالو. وهنايا بعض الحلوات بالشوكولاته هاي داك ياخذوهم قيله في مش وقيله، كياخذوهم في الافراح في الحفلات في شي مناسبات بحال هكذا، كيزوقوا بهم الطابله، المنظر ديالهم رائع صراحه، ربي مزيوني. احنا جينا مارك جاكوب، مارك جاكوب سكان مسكينو هذا، اخبارك مهم. انا ما غنوري لكم شي هنايا صراحه، لان خصني ندور خصني نشوف خصني نفتش. هادي غزالة غوتشي د الحرير كتحماق، رطيت برطيت برطيت برطيت، ما نقول لكم شي، كاينه في البينك وكاينه في البلاك، كاين تو كالر. شتو غوتشي هاد الثمن ديالها؟ كان الثمن ديالها 350 دولار، رجعت 230 دولار، يعني التخفيض فيها كان 34%، ولكن ما نقول لكمش ما نقول لكمش، التوب ديالها كيحمق 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 صراحة ربي، كانت التوب ديالها مزيون بزاف والله إلا، ولكن للأسف ما شريتهاش الصراحة، غالية عليا لا صراحة ما حطهاش في بالي صراحة ربي وهنايا الحبايب قلبي جيت للمكان المفضل عندي انا، او ماي جاد ما نقول لكم شي. شفت الواحد ما كيكون شي واحد عنده ستريس ولا شي حاجه كيبغي يمشي يشم مثلا، يشم في البحار الهواد البحار، كيعجبو مثلا يمشي يشم يمشي للوادي جلس، كيعجبو مثلا يمشي للطبيعه، يعني كل واحد سبحان الله ملي كتكون النفسيه ديالو تعبانه كيبغي يمشي لواحد المكان معين اللي هو كيبغيه وكيرتاح فريك يرتاح فيه. انا واحد الانسانه كنرتاح مع القشوع اوعدي ما نقول لكم شي، دخلت في حاشي حمقى تما، وانا هذا اسمه هوم جود. يعني كيجيبوا له مثلا الحاجات كتما كتشوفوا فيه، دابا هذا راه عامر، كاين واحد قدامي ديجا وريته لكم شحال من مره، كتكون فيه ثلاثه بياسات اربعه بياسات حتى الخمسه البياسات وبعض المرات بياسه، يعني على حسب. هادوم شفنا فيهم بالكميات، فيهم شي حاجات يعني كميه كثيره،
وكاين شي حاجه راه بياسه بحال هادو اللي عندي دابا انا هزيتهم غير بياسه، كاين شي جوج وكبير كبير 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 ما نقولكمش. وبقيت لك كندور السيده اللي معايا الصديقه ديالي عيات مسكينه، ومخليه الزوج ديالها بلا غدا ومخليه ابنها بلا غدا، وغير هي وبنتها وانا وبنتي وقاسين كندورو، كتقول لي انا ابنها والراجل خليته بلا غدا وابني خليته بلا غدا. كنقول لها انا ماشي انا ماشي انا ماشي، صبر 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 دقيقه دقيقه دقيقه، صبر صبر صبر. جننت بمعنى الكلمه والله العظيم، جننت جننت جننت. قالت لي دابا باقي نمشي معاك ما نتسماش انا. قلت لها اختي انتي جبتيني لهنا، وفعلا هي داتني داك المكان هذاك، انا ما كنعرفش هذا، هذا فواحد المكان بعيد. قلت لك يلا نمشيو ليلو. قلت لاختي انا قلت لك جيبني، انا قلت لك شي جيبني، انتي جبتيني. وهي كانت واحد المره مشات معايا للمكازا اخرى اللي هي صغيره، وعرفتني ما كنخرجش منهم، انا من النوع اللي كنموت على القشوع على المواعن، كنحمق عليهم عرفت والله العظيم. اذا خرجت عرفتي خرجت وما باغاش نخرج، باقي خصني نجلس، باقي خصني نشري. المهم ما قدرتش ما كرهتش ديك المحل كامل كانوا عندي في الدار. مش للدرجه هادي، ولكن داك الشيء كيشاهي. كنتذكر واحد الكلمه كانت قالتها صديقه ديالي ملي كنت باقا صغيره في الحومه، كانت خدامه الله يذكرها بالخير فهاد النهار دابا راهي في اسبانيا ما شاء الله. المهم كانت خدامه في المعمل ديال الضليبات ديال الميديات وداك الشيء هذا التيمازور شنو كيقولوا لها. ايوا كانت هيدو حنا بدينا كنجبدوا الهضره، وكانت معايا ماما جالسه وداك الشيء كنجبدوا الهضره، هي تقول لها هي تقول لها احبابي فلانه، وداك الميديات كيقولوا لي هزني هزني هزني، هذيك الميديات كيقولوا لها هزني هزني. دابا انا نفس المشكل، انا هاد القشوع هاد المواعن هما كيقولوا لي هزني هزني، عادي ما كنحسش براسي حتى كتبني هزيت عمر داك الشاري. وعادي عرفتي شحال الصديقه ديالي حيدت لي حيدت لي بزاف بزاف، حيدت لي والله الا قالت لي حرام، قالت لي بزاف بس كتقول لي هادي فحال هادي ما حتىش تزيد هادي، وهادي فحال هادي ما حتىش تزيد هادي، ومثلا ما تكثرش مثلا هزيت شي فازات، لا ما تكثرش بالفازات، ما تكثرش الشموع، وعدي الشمع 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 الشمع، انا كنحمق على الشمع. عاوتاني واحد السي واحد الصديقه ديالي شافت لي الشمع قالت لي عامله بحال شي زاويه دارك. تاهي عاوتاني من المغرب الله يذكرها بالخير، كان حمق على الشمع عاوتاني، هزيت شميعات وهز هادي وهز هادي. المهم ما نوصف لكمش ما نوصف لكمش، انا كنمشي لتما كنرتاح ما تصوروش شحال كنرتاح، كنرتاح فري فري يعني بصراحه كنرتاح كنرتاح ملي كنمشي ماشي الاتا ضد الدار، نو الاتا ضد الدار ما كيعجبنيش ندخل له صراحه، مثلا الكنابيس الفوتويات ولا نمشي تشوف الروم ولا تشوف شي حاجه نو كيعجبونيش، يعني ماشي من داك النوع اللي اكتيف يعني باش نمشي ونشوف نو نو نو، كنمشي دا خصني شي حاجه يعني خصني شي حاجه نجيبها فقط، اما زعما نمشي ندور فيهم نو 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 ما تدخلنيش تما، انا دخلني هنا هنا جيبوني هنا هنا جيبوني وطلقوا لي وخليوني. وعدي انا ما حتىش نقول لكم. المهم هاد المكازا واعره وفيها، وسرتو هاد المكازا هادي الصراحه باش دعمت الشابين منا، هادي هي الوقيته هذا هو الوقت الشابين، لان دابا ما جي ثانكس جيفن ما جي كريسماس ما جي نيويور، يعني كيجيبوا داك الشيء يعني بكثره، والسلعه كتدخل بزاف والسلعه كتكون مزيونه على دائما، يعني كيكونوا شي حاجات اللي كيكونوا غير في هاد الوقيته هادي ما كتصيبهمش يعني دائما، هاد الوقيته هاد الوقت هذا كتصيبو فهمتي. فبزاف الناس مثلا كثرت العرب يعني هاد هوم جود كيمشيو له في هاد الوقت هذا، كيجيبوا القشوع كيجيبوا الكيسان كيجيبوا البرارد كيجيبوا السواني كيجيبوا الفراش للدار ديالهم اذا بغاو الفراش للدار، الزرابي كلشي كلشي فيه كلشي فيه، على من ما حتى الشوكليت هو شتو الشوكليت حتى الشوكليت جبته ما كنتكافاش ما كنتفكش معان. كيعجبني الصراحه صراحه ربي كيعجبني، انا الهوايه ديالي كان يعني ما كنتعبش فيه، يعني تقدر تخليني نهار كامل كندور فيه، يعني نبقى ندور فيه. ويعجبني هيدا شي واحد يجي والدار خاويه خصو مثلا عادي كي اتست وداك الشيء غير يجي يديني الصراحه ما يخافش عليا، غير يجي يديني ونأتت للدار. والله الا كيعجبني هادشي، شفتو الشميعات شميعات كيحمقوا،
والريحه كتحمق كتحمق كتحمق، ما نقول لكم شي. واخا نعين نهضر لكم دابا، الاحساس ديالي اللي كنكون انا فهاديك اللحظه هذيك ما قدرش يوصل لكم صراحه ربي. انا عرفتي اليوم اختي غيتسالاو في ليسات يا اختي، اختي الراجل ما خدامش يا اختي، خدامه بوحدي. ويلي الراجل ما خدامش، خدامه بوحدي. عنده الساعه. هادو هادوما هادوما نايس. تصوري بغيتك تصوري. تصورت لك اختي حتى هذا هادشي واعر. اوكي خرجه الصراحه كانت رائعه رائعه رائعه. مشينا جبنا اللحيمات ديالنا، المهم مشينا جبنا الخضره ومشينا جبنا اللحم، مشينا فطرنا ومشينا جبنا الشاورما باش نتعشى. عرفتوا صراحه ما نقول لكم شي والله الا وذات سي. دابا غنمشيو نشبروا الطريق حنا، وجبنا جبنا بزاف الحاجات. صباح الخير عليكم، هذا النهار الثاني. البارح عملت واحد الفيديو ولكن ما عملتش فيه الخاتمه. شنقول لكم بسلامه، خليت الفيديو كما هو. سو دابا انا من مكان العمل ديالي كنقول لكم على الله يعجبكم الفيديو ديالي، وما تنساونيش باش عبدو وانتم دقوا جرس. والله ما مسامحين لكم اللي ما دق جرس، ما مسامحينش لي. المهم ضحكتيني والله الا ضحكتيني. المهم ما تنساوش بليز عملوا لي لايك، دعموني باللايك واشتركوا عندي في القناه، وما تنساوش تدقوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهنا غنقول لكم اميسيو لافيو، باي باي عليكم.